نبدأ إذا درس جديد في اللغة الإنجليزية. Okay, and we begin our lesson with this question. نبدأ درسنا بهذا السؤال البسيط والسهل. Where did you go yesterday? Okay, where did you go yesterday? إلى أين مثلا ذهبت البارحة؟ Okay, who can give me an answer? أمينة زياد، تفضل يا أمينة. Yes. I did go a garden okay. yesterday. I went to the garden, for example. نعم، ممكن تقول I مثلا went تمام. I went to the garden. ذهبت إلى الحديقة. I went to the park. طبعا الجاردن، الفرق بين الجاردن والبارك، الجاردن هي حديقة، يعني تكون حديقة صغيرة وغالبا ما تكون جنب المنزل. أما البارك هي تكون حديقة عامة. Okay, for example. Okay, ممكن نقول I went to market. ذهبت إلى السوق. Etc. إلى أي مكان. نعم. So our lesson is going to be about past simple. إذا درسنا سيكون حول الماضي البسيط. Past الماضي، simple البسيط، الماضي البسيط. ما هو شكل الماضي البسيط؟ كيف نستخدم هذا الزمن؟ وعن ماذا أو لأجل ماذا يستخدم هذا الزمن؟ كيف نصيغ هذا الزمن شكلا ونفيا وسؤالا؟ نعم. أوكي، سي، دعونا نرى. What will we learn in today's lesson? إذا ماذا سوف نتعلم في درسنا اليوم؟ كما هو المعتاد، إذا طلاب، إذا نتعرف إلى ثلاث أمور رئيسية. أولا، شكل واستخدام الماضي البسيط أو ما يسمى positive sentence، الجملة المؤكدة. الأمر الثاني هو شكل المنفي أو صيغة الشكل المنفي للماضي البسيط أو ما يسمى بالnegative sentence، الجملة المنفية. الأمر الثالث هو التحدث عن questions and short answer of the past simple، شكل السؤال، صياغة السؤال والإجابة القصيرة من الماضي البسيط. أوكي، أو question sentence، جملة السؤال. بداية، keywords، الكلمات المفتاحية لدرسنا اليوم، هي أهم ما يميز درسنا. إذا subject الفاعل، finished actions in the past، أعمال مكتملة في الماضي، regular verbs أفعال نظامية، irregular verbs أفعال شاذة، adverbs الظروف، ومنها last الماضي، yesterday البارحة ago مضى.